ولدي مشى يحرق ومشى عنده 34 عام وداه واحد السيد وقال لي وعطاني الامال وقال لي ولدك غادي يمشي ربعات المليون ودا ولدي وعطانا واحد الامال وقال لك راه غادي يمشي وغادي نقطعوا السبارماس وباللي خرج ولدي نهار 37 في شهر 3 ومن ذاك الوقت ما تليت سمعت عليه والو. فاش غيحرقوا فاش يمشيو؟ ما عرفتش اخويا فاش مشاو. فلوكا؟ قالوا لي كاع اللي تيقولوا قالوا فلوكا. تحت الميكا. ها؟ مشاو للصحراء. اي مشاو للصحراء ولكن ما عرفتهمش منين خرج لا من الداخلة لا من ما عرفتش منين. المهم اتصال تاع ولدي التليفون قطعوا من نهار 37 في شهر 3. من تما ولدي ما تلاش هضر معايا. ولدي شنو كان قال لك قرب منك؟ شنو كان قال لك الولد ديالك باش يعني مشى؟ صافي مشى تصيفط معايا مشى ما بغاش يجلس ضربنا معاه تعيينا ما بغاش مشى من تما ما تلاش هضر معايا ولدي وتنتصل بالسيد قال لي راه ولدك قطع. قلت له فين كاين؟ قال لي راه كاين في سبارماس. قلت له علاش ما هضرش معايا؟ قال لك راه عند البوليس راه تيحقوا معاه البوليس. دازت يومين ثلاث ايام ربع ايام خمس ايام ما تلاش هضر معايا ولدي. قلت له عقب اتصلت به قلت له شوف السيد ايه قال لي راه 15 يوم عاد يهضروا وراه قال لي لهم التليفون. نهار كمل 15 يوم ما ولدي ما هضرش فاش حيدت عليه ما تلاش جاوبنا صافي حيد التليفون حيد النمره ديالو ما تلاش يجاوبنا واليوم بغيت ولدي سوا ميت سوا حي. واش غنقول لك؟ قالوا لك 52 52 اللي خرجت في ديك اللانشا ما بان فيها حتى واحد. قال لك بانوا فيها شي 15 واحد الواقيله اللي بانت ميته. وين؟ يعني 15 واحد بانت ميته. اللي قالوا جوج في فورير وواحد في سوق السبت والاخرين ما نعرف. المهم انا هذا الشيء اللي تنسمع باش نتاكد ليك رانا ما مأكداش. واليوم بغيت ولدي يبان سوا ميت سوا حي. تنطلب من هذا الشخص اللي داه وتكلف به وتخلص من عنده يخبرني بولدي اشنو جاري به، واش ميت، واش حي، واش مخطوف، ما عرفتش كيفاش، واليوم بغيت انا ولدي يبان، بغيته وراه حرقني وشواني، وراه عندي غير هو، عندي عاد الولد واحد اللي عندي، واليوم ما دوزت عيد، ما دوزت رمضان، ما دوزت حاجة، تمحنا وتكرفسنا وهاد السيد ما عطانا حتى خبر على هاد الوليدات وتنطلب منكم هاد الوليدات ديروهم وليداتكم. المسؤولين بغيت ولدي يبان سوا ميت سوا حي. هاد السيد بغيته يورينا وليداتنا الجميع وانا رانا محروقه في على ولدي وعندي عهوه وما عنديش من غيره ودروك تنطلب ربي يبين لي وليداتي. السلام عليكم، سميتني شنادري عزيزه من نواحي بني ملال. كنقلب على الرحيمي طارق اللي مختفي نهار 27 شهر 8. ولدي هذا كيفاش اختفى؟ شنو فين مشى؟ مشى على اساس باش يحرق يعني دار الطريق ديال الحريق. ما قالها لي انا حتى وصل نص الطريق عاد باش قال لي ماما رانا غادي مع شي دراري صحابي على اساس باش نحرق غنشوف داك الشيء عجبني ما عجبنيش غادي نرجع. عطاه اللي قال لي انا عطاه 40000 ريال اللي عطاه وقال لك من اللي غنوصل ماما لتمايا غادي نقول لك شحال غادي تعطي للسيد.
شنو فاش خرجوا؟ فاش قال لك فاش خرجوا؟ فلوكه فاش؟ ما قالت لينا لا فلوكه لا في زودياك لا في حتى شي حاجه، ما بينش لينا هاد الهضره هادي كامله، يعني غير جاب هادوك الدراري الاكادير من اكادير جابهم العيون. شوف شاف اليوم هذاك النهار الشتا كطيح والبرد والبحر ما هواش وعاد خرجهم هما يا نتاقم من هاد الدراري وصافي. يعني خمسه اللي جاوا معاه، خمسه الدراري اللي جاوا معاه جاوا من حد البراديه نواحي الفقيه بن صالح. يعني انتم من الفقيه بن صالح؟ اه حنا من نواحي ديال الفقيه بن صالح ماشي من الفقيه بن صالح بالضبط. وهذاك الزوبي شحال تقريبا مشى فيه ديال الدراري؟ مشاو فيه شي كدا وخمسين اللي كيقولوا لينا الناس. يعني لا بانوا منهم شي وحدين، ولكن شي وحدين ما بانوش منهم. يعني هاد الخمسة هادو ديال ولادي انا ولدي اللي طلع خمسة، ما واحد خرجوا البحر ميت، جابوا باه دفنوا. هي هذيك فاش حيحنا على الحراق طفى التليفون صافي ما بقاش كيجاوبنا، لحد الان ما كيجاوبناش. ما عرفناهم دابا لا ميتين لا حيين. احنا مشينا للطرفايه درنا شيكايه، مشينا لبني ملال درنا شيكايه وحده اخرى، جينا لاكادير درنا شيكايه وحده اخرى. وكنتمناو من هاد الدراري هادو من هاد الناس هادو يتعاونوا معانا وجلاله الملك ومحمد السادس والحموسي وخوتنا المغاربه وخواتاتنا المغاربه يتعاونوا معانا، يتعاونوا معانا على هاد الدراري هادو نلقاوهم. ما عرفناهم لا ميتين لا حيين لا حتى شي حاجه. هو تيقول لك راه مقاطعين وحنا قلبنا برينا في الجزيره، مشاو الناس دخلوا شدينا محاميه قلبات تما، تتقول لك هاد الدراري ما كاينش ليهم الاثار ديالهم. ها أه؟ دخلوا ليها، دخلوا ليها اللي غيقلب. لا ولادكم ما دخلوش ولا صبر ما تيقول لك ما داخلينش، تيقول لك ما داخلينش. هاد الزودياك اللي كتقولوا نتوما خرجت نهار 27 شهر 3 ما داخلاش فينا هي، الله اعلم. حنا دابا التليفونات ديالهم الاغلبيه خدامين، تيصونيو عليهم من برا من الصباليون والطاليان خدامين، والاغلبيه ما خدامش عندهم التليفون. وهذا صاحب ولدي انا عنده الايفون، يعني عنده الايفون، عنده الايفون يعني راه باينه غيعرفوا فين كاين بالزربه، ولكن ما تدخل حتى شي واحد وما تعاون معنا حتى شي واحد. ما كاين لا عيد لا عواشر لا رمضان لا حتى شي حاجه، الظلمه في الظلمه، يعني حالتنا حاله. ما كاين لا عيد لا عواشر لا حتى شي حاجه، العذاب راه حنا فيه وصافي، العذاب راه حنا فيه. مشى بغى يحرق. شحال العمر ديالو؟ 18 19 عام. شحال يعني بغى يحرق؟ اه؟ عطى الفلوس. عطى الفلوس 4.5. 4.5 باش مشى يحرق. وغا الزوزيا غا هاد الزوزيا. مشى دابا ما تلاش بان الدراري ما بان حتى واحد فيهم. ما دابا شهر ونص هذا. باش مشى. مشاو من العيون. وما بانوش دراري. شحال هما في المجموع؟ وراه هما شي 40 ولا ما عرفتش كثر من كلشي مشى، ما حتى واحد فيهم ما خرج. هو هذا اللي تيحرضهم كتعرفوه؟ ما انا ما تيعرفوه هما. هما تيعرفوه ولكن انا ما عرفتوش. عطاوه الفلوس وعطاه 4 مليون ونص. ومشى ما تلاش بان. ها هو يا السبب اللي خلاته انه يفكر يحرق. ايوا شاف الدراري كلشي بغى يحرق حتى هو، يا حتى هو بغى يدير المستقبل ديالو مع الدراري. حتى هو مسكين ما تواصلش معنا. دابا كانوا الدراري تيهضروا كلشي مريض. رمضان ما دوزوه رمضان، العيد ما دوزوه عيد، حتى حاجه ما حلات اليوم. وما دروك يا تيقول لك تيطالب هو غاب وليدو بغا يبان باش ما كان يا حي يا ميت يبان الدري وصافي. حنا تنقولوا لهم الله يرحم لكم الوالدين والله يخرج سربيسهم على خير، يشوفوا هاد الوليدات فين مشاو. هاد الوليدات الا كانوا ميتين يبانوا ولا كانوا حيين يبانوا. هادشي اللي تنطلبوا حنا المسؤولين، والله ينصر سيدنا.